أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد في حلقة متجددة من هذا البرنامج، برنامج فتاوى. يسعدنا أن نلتقي مجددا بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحب بك يا مولانا. بارك الله فيك. سهلا. كما نرحب أيضا بمشاهدين الذين سيتابعون معنا هذه الحلقة من خلال المشاهدة ومن خلال الاتصال، وهو البريد الإلكتروني الذي من خلاله سنجيب بقدر الإمكان على الأسئلة التي سيطرحها السادة المشاهدون. نحن حقيقة نرحب بالشيخ محمد أحمد حسن. وعموما القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن يعني محتاجين نحن نذكر الناس من جديد بأنه فضل القرآن ومدارسة القرآن الكريم وأجر من يتلو ومن يتدارس مع إخوانه كتاب الله الكريم. ياريت نحن لو ذكرنا الناس بهذه الأفضال إن شاء الله. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفينا شرف عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى خيار الأمة، أفضل أمة محمد، هم الناس اللي بيهتموا بالقرآن، يتعلموا القرآن ويعلموه لغيره، وده شرف عظيم لأنه بيتعلموا كتاب الله ويعلموه لغيره. وعن عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين. اللي بيتمسك بالقرآن تمسك بحبل قوي متين، ينجي في الدنيا من المهالك وفي الآخرة من النار. كيف هو التمسك بهذا الكتاب؟ التمسك بالقرآن هو نحن نتدبر، نتعلم القرآن ونعلمه ونقرأه بتجويد وبترتيل وبخشوع وخضوع، وكمان بفهم لمعانيه. أهم حاجة فهم لمعاني القرآن. والإمام الزمخشري قال: إن قوة الدين وكمال الإيمان لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن مع التدبر والعمل بما فيه وترك نواهيه والعمل بما جاء فيه. يبقى دي قوة الدين وكمال الإيمان لا تحصل للذل إلا بكثرة قراءة القرآن. والقرآن أكبر مصدر من مصادر الحسنات، ونحن محتاجين لمثقال ذرة من الحسنات يوم القيامة عشان تتخطى في كفة حسناتنا. لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفي الآية الثانية قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. عبد الله بن عباس قال في تفسير السورة: أي فمن زادت حسناته ولو بحسن واحدة من السعداء الفائزين، زاد السيئات على حسناته ولو بسيئة واحدة يدخل نار جهنم. ونحن محتاجين، وأكبر مصدر من مصادر الحسنات للمسلم قراءة القرآن. ولذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. شوف البشارة العظيمة دي. تقرأ القرآن بكل حرف نطقته عندك عشر حسنات. لكن الإمام النووي قال: أجمع العلماء على أن لا يسمى قارئ القرآن قارئ للقرآن إلا إذا حرك اللسان. أي وأجمع العلماء على أن الذاكر لله لا يسمى ذاكر إلا إذا حرك اللسان. يبقى نحن لما نيجي نقرا القران ما نقرا زي ما بنقرا الجريده، بس الجريده لما نقراها يتعاين كده ولساننا خشمنا مكفول ولساننا لا بيتحرك ولا شيء، كده قرينا الجريده. لكن قرايه القران ما نقرا زي قرايه الجريده. اجمع العلماء على ان قارئ القران لا يسمى قارئ الا اذا حرك اللسان. يبقى نحرك اللسان، وبمع حركه اللسان نفكر في معنى الايات ونخشع
وبلذلك الزول لما يقرأ ويخشع يندفع لعمل الحسنات. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. انت قرب يوم كده امسك المصحف وقرأ لك سورة من القرآن بخشوع بتدبر وبترتيل وبتجويد، حطيت المصحف تحس بسعادة عظيمة جدا، تحس انه قلوبك كلها خشعت للقرآن ولانت للحب العمل الصالح. آدم من نور القرآن. ونواصل إن شاء الله. نعم. طيب التأدب لتلاوة القرآن، واللي يعني إننا لاحظنا كثير من الناس في البيوت الواحد يكون داري يتلو القرآن فجأة الباب مثلا دقه يخط المصحف ويقوم يمشي. أيوة. ما بتتحقق الطمأنينة الكاملة في كثير من الأحيان. كيف الإنسان يسعى حتى إنه ما يتعرض أثناء هو ما بيتلو في القرآن الكريم إنه يكون منشغل بأشياء أخرى؟ كويس. شو إن اتحيل الوقت اللي هو يكون فيه الهدوء بالليل بعد صلاة الصبح، يكون الزول صلى الصبح في المسجد ويماسك وضوه ودخل البيت لغاية ما أم الأولاد تسوي له الشاي يقوم يتلى، أو حتى كمان أخر سواة الشاي جمع وليداته وبنياته قعدوا في حلقة كده قروا له سورة جزء نص جزء ما تيسر من القرآن ويدعو ويكونوا حصنوا أبيتهم بتلاوة القرآن واخذوا ثواب عظيم ولداتهم يتعلموا قراءة القرآن. دي أحسن عمل الزول يعملوا مع الصباح. أي بعد ما صلينا الصبح وقت لأنه الزول بدأ في بداية اليوم الزول بقى يبدأ يفتتح يومه ده بقراءة ما تيسر من القرآن. نعم. بقدر الإمكان. نعم. في كثير من الناس يعني بيفضلوا يرددوا أو يقرأوا آيات معينة أو سور معينة ومحددة. أي معليش يعني في التحصين زي مثلا في الصباح والمساء الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته حسان أمرنا بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم، قراءة آية الكرسي وقراءة سورة تبارك لأنها تنجي من عذاب القبر، وسورة الدخان وسورة ياسين، وهي لنا فضل الصور دي زول ممكن يعني ديل يقرأهم يوميا للتحصين. والثاني ذاك يقرأ ما تيسر إلى السواب وكله خير. نعم. أقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. طيب نحن حقيقة في بعض الأسئلة وصلت لنا يعني مكتوبة. بيتحدث أحد السائلين عن الصلاة في الصف الأول وأجرها. أيوة. يعني مرات ما بيتمكن هو يصلي في الصف الأول ولا في الصف الثاني. أيوة. وفي وارد إنه الصلاة في الصف الأول عندها أجر عظيم. نعم. هل لو صلى في الصف الأخير أول قبل الأخير هل أجره ينقص؟ أيوة. المقصود بالصف الأول هو الزول يجي مبكر ويلقى محل فاضي في الصف الأول ويقعد. نعم. وهذا الزول بيعمل كده يجي بدر يقعد في الصف الأول ثوابه عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. نعم. يبقى الصف الأول إنك تبكر تيجي ما تيجي متأخر يوم الجمعة ويتخطى الرقاب لغاية ما يوصل الصف الأول، يجي بدري يلقى مكانه في الصف الأول، والصلاة في الصف الأول ثواب أكثر. وفي كمان الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أفضل حتة في الصف الأول يمين الإمام، وبعد ذاك الناس يبتدوا، الناس لما يجيفوا أول ما الإمام قام الصلاة الإمام يتقدم، الناس يكونوا وراء الإمام على جهة اليمين شوي. نعم. وينشروا شمال يمين لقات ما يملوا للحيطة. نعم. الناس اللي بيجوا بعدهم ما يجوا في نهاية الحيطة. ليجيفوا وراء الإمام على برض جهة اليمين حتى ولو نفرين. أي ولو نفر واحد يجيفوا وراء الإمام على يمين الإمام كده في الصف الأول وراهم ما يمشي بالحيطة هنا، ينشر يمين وهكذا. نعم. وهكذا. نعم. ناخذ اول محادثه هدفيه معنا. اخ طارق من خرطوم بحري، مرحبا يا طارق. نعم. لو طارق ما معنا في الخط الان نحن نعود لباقي الحديث عن الصلاه في الصف الاول. ايوه. الصف الاول فضل عظيم، زول يبكر يجي في الصف الاول، وهكذا كله ما تقدم في الصف الاول يكون ثوابه اكثر. ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهكذا لغاية الآخر. نعم. يعني بناء الصف بيكون في بالنسبة للصلاة يكون من الوسط.
من الواصل وراء الإمام وراء الإمام على يمين أي الشوي. صف ولا صف الأول فقط؟ طبعا الصف الأول والبعد إن شاء الله لغاية الصف العشرين كلها تتبني من النص. هاي من النص هاي. نعم ما فيها نص صريح على المسألة دي. هاي ما طبعا عندما الأحاديث نحن ما اختصرنا الموضوع. نعم هاي. نعم طيب نحن حقيقة في برضو سؤال وصلنا واحد قال هو كان سايق عربية مع والده وقدر الله إنه الحادث حصل حادث وتوفي والده في في نفس اللحظة أيوة يعني أيوة. هل بيرث هو والده؟ أيوة. طيب ولو مات هما الاثنين في نفس الوقت أيوة. يعني كويس. هنا جمهور العلماء قالوا أقاتل يعني قاتل وارث ما بيرثوا يعني زول قتل الزول الحيورسوا وكذا حتى ولو قتل إذا كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد ما دام تسبب في قتل الزول الحيورسوا ما بيورث يبقى الولد ده سايق العربية حصل حادث انقلبت العربية اللي أبو مات والولد نجا يبقى الولد ده ما بيورث أبوه ما بيرث أبوه هاي لأنه تسبب في قتل أبوه حتى ولو عن طريق الخطأ ترى جمهور العلماء من السلف والخلف بعدين كن ده طبعا الولد اللي تسبب في قتل أبوه ده مطلوب منه شنو مطلوب دفع الدية لإخوانه لأن إخوانه بيورث أبوه المتوفي أو ده تسبب في قتل أخوه يأخذ الدية لكن غالبا الإخوان بيعفوا لو عفوا الإخوان واللوم عفت خلاص لكن الزول ده ما بيرث ولا يرث من حتى الدية فرضنا الزول ده لبو برضو هنا ما بيرث من الدية نأخذ من السعودية معنا أبو عبد المجيد يا مرحب ألو ألو مرحب هذا السلام عليكم عليكم السلام أخبارك يا شيخ الله يبارك فيك بارك الله فيك يا أيوة أنا بسألك عن الضرائب والزكاة أي 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 قول بالنسبة للمغتربين أي عندنا واحد كان اعترف قبل 2000 يعني سنة كان عليه الزكاة والضرائب وكده أي المهم ما شغل دايجانسه هناك لما رجع كان عليه هنا ضرائب والزكاة أي يعني حتى ما في لحد 2004 كان أي ما المهم هو مشى هنا عشان يجي يسافر اللي جاي يعمل إجراءاته أي جاءوا فلوس كثير 800,000 وكده أي أها مشى للغابة قام قالوا لي يا أخي إنه يعمل هنا يعمل آراء إنه ما يكون شغال وما شغال هو كتب آراء للغابة مشى قال ما كنت شغال الأربع سنين ده أيوة. وصحي ما كان شغال قال لي تحلف أي قام خلف قدام هنا الغابة في المصحف المهم شال منه نعم هو حلف إنك تكون شغال بألف ريال وكده يعني راتبك لو 2000 ولا 1500 يكون عليك الزكاة طيب دار أسألك وما كان راتبه 1500 ولا 2000 أزول ده حلف صادق ولا ولا من 2000 يخلوك في الزكاة ما كان معي قروش وقالوا في جماعة قالوا إنه لو خلفت في الضريبة والزكاة وكده قالوا ما مفروض عليك وكده كل الناس قاعدين يحلفوا كده ونحن قاعدين نعرف إنه الخليفة ده مثلاً هو كيف وكذا السؤال الثاني كده نحن قبل ما تمشي للثاني دارين نسألك الزول ده حلف صادق ولا كاذب الزول ده يعني ما بيكون يعني ما بيكون إنه هو كان شغال يعني لما نحن سؤالنا محدد يا أخي الزول ده ما جاء قال ما كان شغال أو كان أيوة. شغال بمية ريال هل كان صادق في حلفته لما خدت إيده في المصحف حلف صادق ولا كاذب بدأ سؤالنا بليك ها يطع الخط ولا شيء لا ما كان صادق تبقى طيب خلاص خلاص امشي للسؤال الثاني ما كان صادق نعم. امشي للسؤال الثاني عشان نكسب الزمن نعم. يا اخي طيب السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبه لي انا اي نصلي خمسه اوقات في المسجد اي كل الصلوات الحمد لله ما بتمشي المسجد قاعد امشي مسجد قاعد اصلي كل الصلوات في المسجد سامع بس صلاة العصر قاعد اتأخر فيه لأنه ليه إنه دوامنا بيكون صعب من الساعة يعني مثلا من بعد الصبح نحن بنكون واقفين على حيلنا لحد الظهر أيوة صلاة الظهر سمح العصر
أيوة. أنا دائما نقوم يكون المسجد خلاص خلص الصلاة وكده ونصلي في البيت نمشي. لكن بتصلي قبل الشمس تدخل مش كده؟ صلاة العصر. بتصلي قبل الشمس ما تغيب. ها؟ بتصلي قبل الشمس ما تغيب ولا الشمس غابت؟ لا لا قبل الشمس يعني خلاص. بعد الصلاة. كويس نعم. كويس نعم. خلاص إن شاء الله نجاوب على سؤالك. شكرا يا أبو عبد المجيد شكرا جزيلا. أي طبعا هنا دا عادة بعض المغتربين النزول يقضي طبعا المغترب دا سلفا من سافر مهين عارف إنه لما يرجع عليه ضرائب وعليه زكاة المفروض يعمل حساب أي لكن بيجي بعد المدة دي كلها يقضي يقاسه طالع إذا ما شافوا في جوازه دافع الضريبة ودافع الزكاة بيدفعوه آه يقوم هو يقوم يحلب بالكذب إن أنا ما كنت شغال أو كان شغال بمية ريال هو تلقى شغال بخمسمية بألف ريال طبعا دي شهادة الزور إخوان يبقى شهادة الزور معنات الزول يحلب على حاجة حصلت في الماضي بالكذب ولذلك نحن ننصح شهادة الزور دي ما عندها كفارة كفارتها ترجع تسحب الحليف الحلف تادي تجي قدام القاضي تقول للقاضي في القضية رغم كده حلفت شهادة شهادة الزور ده حله بعد ما القاضي يجي يتخذ الإجراءات رجع الحق لأصحابه ويعاقبك لأنك حلفت شهادة الزور بعد ذاك توبة نصوحة هذه كفارتها ولذلك ننصح أخوان المغتربين أنت عارف إيه زول مغترب يجي من الغربة ويجي قضي قاسته لما يطلع بيدفع يكون لابد يحضر تخد حق الضريبة تضرب أنت براك تشوف المدة دي كم سنة شوف زكاتك كم ضريبتك كم تطلع المبلغ ده تخده وتدسه يوم ما تيجي تأشر مسافر تقدم المبلغ ده أشر إليك عديد تسافر نعم طيب بالنسبة للزكاة الزكاة يعني بتراكم الثلاث أربع سنوات وهل الزكاة لازم ملزم إنه يدفع في وطنه ولا يدفع في يدفع أي بلاد؟ في أي إذا ما إذا دفع هناك يجيب إقرار إنه دفع لكن بيدفعها هي هنا ده يدفع هنا زي ما أنا ذكرت يحضر حاله يحضر زكاته ويحضر الضريبة بتاعها اللي هي مربوطة بالوطن ولا مربوطة بإجراءات بيعملها ناس المغتربين هذه إجراءات يعملها يعني المغتربين إنك أنت طالع لابد تكون دافع الزكاة والضريبة بس نحن أنا الزكاة لو طلعتها براي لزول هناك حسب لا تطلعها هنا ده أدال الدولة يعني هاي إذا طلعتها هناك تجيب لك مستند إنك طلعتها نعم نعم إن شاء الله طيب في برضو سؤال آخر ثاني عن الطريقة المثلى يعني كثير من النساء بيسألوا عن إنه كيف الواحد تمسح شعرها للوضوء وفي ناس بيقول إنه مسح جزء من الرأس للمرأة أو جزء من الشعر يجوز طبعا هي مسح الرأس فرض للمرأة والرجل وبعض العلماء قالوا مسح الرأس كله بعضهم قالوا مسح جزء من الرأس نعم. يقضي إن شاء الله نعم ما فيه خلاف كثير يعني يعني يجوز كل حال طيب بالمناسبة الزيت العادي تاعنا ده يعني الدنيا شتاء الآن الشتاء حيدخل أو دخل في بدايته الآن في كثير من الناس بيستعملوا يعني دهانات وزيت عادي للمسوح هل المسألة دي فعلا هي بتكون مشكلة حائل مانع للوصول طبعا نحن ذكرنا قبل كده قلنا من موجبات الغسل موجبات الوضوء إزالة الحائل المانع والحائل المانع يشمل الدهن يشمل الكريمات الفازلين جريسلين الزول لما يجي توضع لابد إنه إذا في أثر دهن في أعضاء الوضوء يصبن يدينه ويزيل الحائل ويتوضع وإذا للغسل في دهن في الرأس مثلا زي النساء مناكير في ظفور اليدين دهن فازلين كريمات في الوش لابد النزول الصبن يزيل الحياة بعدك يختسل نعم معانا من أم درمان الأخت هدى مرحب يا هدى ألو ألو مرحب عليكم السلام مرحب بك كيف يا مولانا أهلا وسهلا ألو معاكم أهلا وسهلا نعم معاك هدى من تفضل يا هدى يلا عندي سؤال أنا للشيخ يا ريت لو يعني خفضت لنا الصوت بتاع التلفزيون قبل ما تتكلمي أو تقولي سؤالك نعم يا هدى أيوة أنا سؤالي للشيخ أنا يعني بنت عمري 18 عام هاي ويتيمة يعني كويس عندي مشكلة الزواج كده يعني أيوة أيوة عندي عمي يا هو يعني عمل كبير وكده أيوة ولي أمري خاي يلا عمي ده عنده زميله كان دايرني أي أي يلا هو بالفاسد بالغريب هناك سامح نعم ف
فقام هنا يعني كلمنا قبل كده وانا رفضت الراجل الزميل ده رفضته يعني قلت له انا ما قبل انا الموضوع ده وما عايز اتزوج يعني انا بقرا في المرحله الثانويه هاي اها بعدينك حصل فقام عقد من غير ما يوريني عقد عليك بدون ما ياخذ موافقتك يا عقد من غير موافقتي ووالدتي هنا يعني حيه وعندي اخوي كبير اكبر مني ايوه نعم سمع وهسا دخلت ولا لسه الو الو قطع نعم خد قطع اي هنا طبعا دي يتيمه وان ابوها متوفي وما حي واخوها اكبر منها حي عمها اللي هو قام اختار لها عريس وهي ما دايره العريس ده وقالت لعمه ما داير مشى هي معنا على الخط الان اي الو الو معاكم اي اها يعني هسا عمك عقد عليكي ايوه عقد عليه وما دخلته لسه لا لا وانت رابطه الزول ده نعم هي رابطه اصلا مبدا هي رابطه مبدا يعني طبعا الاسلام ادى البيت حريه اختيار شريك حياتها ولا اللبو ولا العم ولا الاخو ما يجبر البيت ان يزوجها من زوج ما دايراه يستشير او يعرض لها الزول ده اخترنا لك فلان الفلان وتقدم للزواج منك وتدوها تصور عام دراسة جدوى عام عن الزول ده وبعد ذلك يدوها الخيار قبلت خلاص رفضت ما نجبرها الإسلام ادها حرية الاختيار جاءت بنت للرسول قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته فأجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها يعني الأمر إليها معناته كان داري نفسخ عقد الزواج يتفسخ ويتلغي يبقى ولذلك وبعدين كلا اللبو أو العم لما يكبر البدي على الزواج من زول هما دايرة ما حيسعده ولا هي حتسعده والزول ذاته داري الزواج ده قالوا لي أخي البدي ما دايراك لكن دايرين نجبره غصبا عنا نعرس لك يقول لا 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 الزول العاقل يقول لا زول ما دايراني أنا زوج لي جسد بدون روح ما حتى بقالوا جسد بدون روح لأنه ما دائرة أي لابد أنه يكون في مودة جاذبية بين الاثنين مغناطيس جاذبية حب بين الاثنين حتى يتم الزواج لكن الهناد المودة دي ما في منفية طرف دائر والطرف الثاني ما دائرة هو دائرة وهي ما دائرة ما بيتم ما بي الزوج ما بيكون سعداء لا بد أن توافق الاثنين يحبوا بعض ولذلك نكرر نصيحتنا للآباء والأمهات ما تجبر بيتكم من زواج زول ما تدور ولا تجبر ولدكم من زول ما داير تعرسه وتقول له إذا ما زوجت البيت نحن ما عارفين لكن في كثير من الأحيان بيقول لك البيت لسه صغيرة وما عارف حاجة يعني نحن لا نحن عارفين مصلحتنا قصتنا في الرفض بحرية الاختيار البيت كمان لا بد أنها تبلغ تكون عمرها 16 سنة راجدة بالغة حتى بعد داخلت التينة لكن بتقل من كده ممنوع الزواج نعم. طيب في حالة أخوتنا هدى اللي اتصلت يعني هي وعقدوا عليها خلاص هل في حال عندها الحق إنها تفسخ؟ أي من حقها في الحالة دي إذا أبت الزول ده بيان تد من حقها ما بتقدر تفسخ العقد اللي ترفع الأمر للقاضي لكن ننصح بيتن إذا كان الزول ده العيوب بتاعته بسيطة تقدر تتغادي عنها أقبل وتزوجيه لكن لو شفتي ما باهو بيان كد وما بتسعديه ولا بيسعدك يبقى الحالة دي من حقك ترفع عريضة للقاضي القاضي يفسق هكذا الزواج نعم معنا هاتف ألو مرحب السلام عليكم عليكم السلام هلا أبو شيخ مرحبا يا فضل الله فضل الشيخنا محمد أحمد حسن مرحبا أهلا وسهلا فضل من زكاة الفطر أيوة فضل زكاة الفطر أيوة ما لا زكاة الفطر إن شاء الله قال له ما بيقول لك اذا ما زاد ما طلع زكاة الفطر بتاعته الصلاه تكون مع الصيام الصيام بتاعه يكون معلق نعم اي الصيام بتاعه بيقول لك معلق هل هي فرض ولا سنه نعم زكاة الفطر ففرض الرسول عليه الصلاة عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة زكاة الفطرة ما مذكورة في القرآن فرض الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة وهي مبلغ بسيط النفر 5 جنيه 5 جنيه بالزمن ده الزول يشيل في جيبه يركبها المواصلات 5 جنيه النفر واحد انت ما تمكنت طلعتها في آخر رمضان طلعها لأنها ما بتزود عنك طالما كنت مستطيع ساعة وجوبة اللي إذا كان الزول يوم تقول باكر العيد أصبح ما مستطيع سقطت عنه نعم طيب طيب نحن نعود لجانب تاني فواحد بيسأل قال إنه هو يعني عنده أخوه يتوفى وداير يعني يقدم له زوج أو يقدم له يعني عمل
يعني على الاقل ان شاء الله يعني يوقفوا ليه. مثلا قال هو غرس عدد من الاشجار. ايوه غرس اشجار وظل هذا بعدين حتى لو البهايم قعدت فيه ولا الناس الماشي في الطريق قعدوا فيه وداري زي يوقف. أيوة. هذه المساله هل يعني زرع شدرة قال دي وقفي سوابه لاخوي خلاص ماشي سوابه يمشي ان شاء الله يمشي ان شاء الله نخله بيت اداله عمل له دار عمل له مسجد عمل له اي حاجه توقفها لي نعم. قرايبك السواب يمشي نعم ان شاء الله. نحن سنعود ان شاء الله مع مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ونواصل ما تبقى من هذا البرنامج. نرحب من جديد بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى بصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن حقيقة تكلمنا في بداية الحلقة عن فضل مدارسة القرآن الكريم وفضلها. أيوة. وتحدثنا عن الوقت المناسب واختيار الوقت المناسب وتحري الأوقات اللي فيها يعني أجر عظيم زي أوقات الفجر والسحر. أيوة. حقيقة نحن بدنا نتحدث عن صلاة الجماعة فضل الصلاة في جماعة. يعني كثير من الناس الواحد بيكون مشغول مع شغل بتناسى أو ينسى وقت الصلاة والوقت الفوتو في صلاة الجماعة. أيوة. بعدك مع بعض الزملاء بيقوموا يصلوا مثلا زي العصر قريب المغرب. هل يمكن أن زول يصلي الوقت في جماعة أي في أي وقت يعني؟ أيوة. هي طبعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. شوف أفضل الأعمال الصلاة في وقتها وتأخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ذنب كبير. قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعدين كأهم كمان الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. يبقى المنافق من عدت أن يأخر الصلاة عن وقت تلك صلاة المنافق. ولذلك الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر الزول يحرص كل الحرص أن يصليها في جماعة. فاتت في جماعة لسبب ما زي ما طرح سؤال أخونا ده قال أنه يصلي الوقات الخمسة في جماعة ما عدا صلاة العصر. لو سانبت صلاة شمش واقف كان نعم خلاص فاتت صلاة العصر اللي كان مشغول لسوق الماء صلاها برا على شرط يصليها قبل اصفرار الشمش ما ينتظر لغاية غروب الشمش أو لغاية ما الشمش تقرب تدخل. هنا ما قال تلك صلاة المنافق اي يبقى بدري اصليها. نعم معانا من كنانه اخلاص. مرحبا اخلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. نعم تفضلي. يعني بستشير الشيخ في اني انا تزوجت لي 6 سنين. نعم ما شاء الله. وكل سنه كل ما يجي رمضان بصادف اني حامل.
كويس. ورمضان الجاي لما جاني مرضع بصوم، يعني هسه 3 سنة أنا ما صمت. عايزة أشوف تقضى كيف يعني. أيوة. أسح فاضي لا حامل لا مرضيع. هسه حامل. خلاص يعني رمضان فاضي هسه ما صمت. كويس يعني عندك 3 رمضانات بيسوي 3 رمضانات ما صايره. خلاص انين اخذتك في فتوى على انه خففت على الحامل والمرضع اللي هو ما دام تدبلوا 3 رمضانات تطعمي رمضانين وتشيلي معك واحد، يعني تطعمي لك 60 مسكين وتشيلي وقفلت خانه رمضانين، فضلك رمضان واحد تشيلي معك بعد ما تلدي بالسلامه وترضع جناك وجناك وعمر 10 شهور ما محتاج للبنك، تجيب لك كراس تكتب فوق علي دين من رمضان 30 يوم تقضي في الأسبوع 2 أو 3 العظم سدين عليك. بعد ما قفلت خانة رمضانين بيطعم 60 مسكين، كل مسكين تديه جنيهين، يعني 60 و60 كم؟ 120. أي توزع عليه مهلتك، ما شرط في يوم واحد. كل مسكين جنيهين على شرط 60 مسكين، والشرط الثاني يكونوا مساكين، الشرط الثالث يكون كل نفر جنيه. نعم. طيب نحن لو رجعنا ثاني يا شيخنا لصلاة الجماعة، مثلا نفرين بيصلوا جماعة في المسجد وجد ثالث لقاهم راكعين، هل ينتظرهم لحد ما يرفع من ركوع ولا يركع معهم في الصف واحد؟ اي نفرين او اكثر، اي زول داخل المسجد لقى الامام في اي حالة من الحالات ما يقيف، طوال يقيف في الصف ويعمل النية ويكبر تكبيرة الإحرام، ما يرفع صوته عشان ما يلخم المصلين ويقول لي تكبيرة الإمام، يكبر في سره ويدخل مع في الإمام. لقى راكع يركع، لقى ساجد يسجد، لقى قاعد يقرأ في التشهد وقاعد. بعد ما يسلم الإمام ويقوم يتم صلاة. هم مدين نفرين في صف واحد. إن شاء الله نفرين. لا يقف معهم في صف واحد ولا يجر زول. طبعا بشوية يقدم الإمام لقدام. أثناء الركوع ممكن يقدم. أي طبعا ممكن. ممكن يعني. أي. نعم. طيب في كثير من لاحظنا من الناس انه في الصف النهائي لما نيجي يصلوا مع جماعه تكون فاتتهم كم رقعه كده، ده بيقوموا يتموا الصلاه كلها من جديد، يعني ما بيقوموا يكملوا ما هو فاتهم يعني. طبعا ده جهل منه يعني. المفروض انه الزول يقوم يتم صلاته اللي يتعلم كيف انه لما يجي دخل مع الامام يتم صلاته كيف. نعم. هذه من الضروريات لازم يتعلمها. نعم. وبرضه ملاحظ انه في ناس بيتلفظوا بالنية مثلا اثناء التكبير الاحرام بيقول نويت ان اصلي مثلا الظهر 4 ركعات. ما بتفرق اذا كان يعني في وسوسه. طبعا التلفظ بالنية مكروه الا الزول عنده وسوسه. عشان نقطع نقطع الوسوسه. طيب معنا من السعوديه الاخ عبد المحسن. مرحبا يا عبد المحسن. الو الو مرحب معنا عبد المحسن. طيب نحن ناخذ سؤال ثاني من الاسئله اللي وصلت لنا عن الزكاه. قبل تحدثنا عنها في جزئيه خاصه بالمغتربين، لكن هذه المره بدنا نتحدث عن الزكاه الناس اللي شغالين باجر زي الموظفين العاملين. هل المساله دي ايضا عندها حول الى يحول الحول ولا بالمرتب؟ هنا بالمرتب. ده اسمه المال المستفاد. المال المستفاد انت قبضت مكافاه، بحت بيت، بحت عربية، مجرد قبضت المال ده ما بيشترط فيه حولان الحول، هتطلع زكاة طوال. أما الناس الموظفين، ما كل الموظفين بياخدوا منهم زكاة. الموظفين مرتباتهم كبيرة تصل لحوالي 4 مليون إلا ربع. ده زول مرتبه الشهري 4 مليون إلا ربع، ده حتى ياخدوا منه الزكاة. ما ياخدوا الزكاة من المبلغ كله، يصنفه يطلع منه مصاريفه الأساسية حقت البيت والعلاجات والمدارس وكله، الباقي ذاك وصل نصاب معين بيطلع منه الزكاة. وانت دار تعرف انت زول مثلا موظف دار يعرف نفسه بيخزن منه زكاة، يرجع للبيشيد بتاع الحسابات بالاستقطاعات. ما بيستقطعوا الا زول مرتبه كبير خالص، يعني اصلا بياخذوه قبل ما تدفع انت شخصيا بيستقطع من الاستقطاعات. عندك لسه في البيشيد بتاع المواهي استقطاعات جاري المعاش، استقطاعات تامين صحي، استقطاعات شنو صار ضريبه، استقطاعات زكاه، كله في الاستقطاعات دي ليمونو مرتبات عاليه خالص. ناس في المجموعات مرتبات عاليه. لكن الموظفين الصغار دي ما بياخذوا منهم زكاه. نعم. معنا هاتف من السعوديه. مرحب ابو رحيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخبارك؟ مرحبا بك. برز على الشيخ حسن. نعم. أيوة. تفضل. تفضل. نعم تفضل. أنا شغال في سيارة ترحيل.
أي. وممكن أجي من الرياض أروح خميس، من خروس من خميس أروح جدة. ممكن صلاة القصر. دائم يعني سفرك دائم؟ نعم طوالي. على طول. يعني ممكن اليوم أصل بكرة حمل. يعني يسأل بقصر الصلاة يعني. أيوة بيسأل عن قصر الصلاة، هو زول مسافر أيوة. كثير يعني من الرياض أيوة. مسافات أيوة. بعيدة جدا نعم. قريبة 1000 كيلو. أيوة صحيح. هنا طبعا اختلف العلماء في زول المسافر ديما له هل يقصر الصلاة ولا يعتبر مغيم زي زول مغيم لأنه في السفر طوال. بعض العلماء قالوا زول ده يعتبر مسافر ولغة وشرعا مسافر يقصر الصلاة حتى ولو سفر طوال. بعضهم قالوا ما دام سفر ديما يصوم ويتم الصلاة أي يبقى لا الأقوى اللي هو يقصر الصلاة لأنه مسافر أصلا يعني متحرك. مثلا زي عند المثل من الخرطوم سافر لبرسودان شحن من برسودان جاي الخرطوم تاني قاعد يومين في الخرطوم تاني رجع برسودان يوم الحل اللي يقصر نعم. خفيف ليلين ما شاء الله. نعم طيب نحن حقيقة برضو في سؤال عن ذبيحة المرأة المسلمة كثير من النساء بيضطروا مرات الواحدة تطبح لها جدادة تطبح أيوة. لها أيوة. إلا الخروف أظن ما بيقدر يطبحه أي تقدر النسان يطبح نعم. طبعا ذبيحة المرأة عموما صحيح المرأة المسلمة اللي استوفت الشروط بتاع الذبح والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يبقى يجوز للمرأة المسلمة تطبح خروف تطبح تور تطبح ديك جداد حمام ما دام استوفت الشروط بسم الله الله أكبر وتكون السكين سليمة. وهنا أخذ الكلام ده من إنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرأة راعي بتاع غنم حقت ناس مؤجرة ترعى الغنم والغنم طلع في جبال خروف من فوق وظنوا الدردق 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 الرب وقع في الوطن من الجبل يرفس رفس كان مرة شاطرة ذكية ما عندها سكين كسرت من الجبل حجر عملته كل عملته كل عملت زي السكين بسم الله الله أكبر الخروف لسه يفرفر ضبحته الضبيحة قطعت الويدين والبلعوم وشالت الخروف في كتفها ومشت لأهل البهاية وقالت لهم الحاصل كذا كذا. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا حليهن أكله حلال. نعم. نعم معنا من الحصحيسة ريم يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ حنان الحسن؟ نعم تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا الشيخ عندي أختي طبعا هي طالبة وبتحضر وقاموا نزلوا فيها الجماعة قالوا فهي يعني زيان كده ولا هم زي المكلولية والجماعة بيقولون دير وهي ما دايرهم قالت ما داير الحاجة ما داير يقولوا لها يعني ولا شنو ما دايرهم ينزلوا فيها أصلا قالت لأنه بمنعات صلاة وهي خايفة من الحاجة دي هي ما قالت يعني هي ما قالت إنه ينزلوا فيها وهي اللي جاب لها الحياة دي شنو شافتها في من بتحلم وهي بتشوف وكده يعني وهي ما داير كاره الحكاية دي ماذا إلى؟ خلاص يبقى تتحصن تبقى أختك دي توصيها كل يوم بالليل تقرأ آية الكرسي 3 مرات بحضور قلب وتقرأ أيوة. قل هو الله أحد المعوذتين وتقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا يتحصن لكن ما حصل يجي برضه لا تتحصن وإن شاء الله ما بيجوها تشد حيلة بس الأول يا شيخ حسن ها؟ بس السؤال الأول يعني ثاني سؤال كويس برضه عند اختي راجل اتزوج فيها اي اها ومين اتزوج يا اتزوج دي واحده ما هي اصلا ما بتولد ها قام هجر اولاده هجر اولاده وهجر هي ذات بيجي اولاد قال منا ولا كان بيجي يبشع بيها وزمان عملت وعملت وعملت من هو في السودان ساكن ما بيصرف على ولاده خالص نهائي بيصرف لكن شنو ما بيجي بديها حقها هي كل مره يقول انت لو دايره انا بطلقك ايوه نعم نعم يبقى دي الحل بتاعنا ما دام بيصرف على عيالها تطالبه بحقها او بعدين تكلم اعمامه اعمام زوجها ده اخوال وقرايبه تقول له انه ولدكم ده هاجرني كده ويرسل مصاريف بسيطه لاولاده لكن هاجرني وكده عشان ربما ياثروا فيه ويخلوه يصلي علاقته معه دائما المطلوب لكن لو هي اصرت يعني شاب ولسه صغيري والزول ده هجرة خالص وما داري يجيها وينبزها كده ممكن محل تطلب الطلاق ممكن نعم الهجران نعم
لكن طيب. اقول لها جيب اللي كلم عمامك يقوموا يكلموا. نعم. قلت انا الاولاني سؤال الاولاني اللي هو السؤال الاولاني قال عندها اخت طالبه و بتجيها مع تشوف هلاويس وناس يكبرات تسوي كذا ما تسوي ده كلهم شياطين بيعملوا لها مناورات. نعم. هي لو اترخت بيضروها يكتر يعملوا لها هوس في راسها. عشان كذا نصحناها قلنا له اختي جديد يومية اول حي تحافظ على صلاتها تمام. الشياطين دين ما بيجي للزول الذاكر لله والزول الذاكر لله ذكر تمام الشيطان يخاف منه عديل كده زي ما كان عمر الخطاب لإيمانه القوي وعزمته القوية الشيطان يشوفه في شارع خمل له شارع يفوت بشارع تاني. نقول له بيتنا دي أقري آية الكرسي يوميا في المساء ثلاث مرات وفي الصباح وعند النوم مع قل الله أحد المعوذتين وتكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وتلجي إلى الله تعالى بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله ربنا يصرفه عنك إنك إذا الشيطان كان ضعيف. نعم نعم. طيب نرجع للكلام القبيل اللي قلناه عن ذبيحة المرأة قلت إنه هي تصح. هل عندها شروط معينة بالطهارة متعلق بالحيض؟ لا ما شرط ما شرط طبيعة حيض تطبح نفسها تطبح جنب يطبح ما دام مسلم. نعم. طيب بالنسبة للوضوء يعني كثير من الناس بيسألوا عن الوضوء في حديث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة ثم اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة يعني ريتنا لو وضحنا فيها. أي طبعا الوضوء اللي هو الفرض مرة مرة إذا كان والمرة دي على شرط تستوعب الوضوء كله والتسليد ده سنة. نعم. يعني ثلاث يعني توضيت مرة مرة نقول لك وضوء صحيح لكن تركت السنة. تتوضى ثلاثة ثلاثة وضوء صحيح طبعا ده بالنسبة غير الرجلين. رجلين لأنه ثلاثة قرفات ما بيغسلين الرجل. هاي لابد الزول يغسل لغاية ما يعمم الرجل كلها بين البطن الرجل ظهر الرجل لغاية الكعب وكذلك الرجل الثاني. نعم. وقد تسليل ده سنة. نعم نعم. معنا هاتف عبد الوهاب من السعودية. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب. مرحب بك يا عبد الوهاب. بارك الله فيك. أنا إحنا حقيقة. السؤال بالنسبة لللحية. أي. اللحية في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أعفو اللحى وحفو الشوارب. أي. فمثلا شيخنا ما في بعض الناس يقصروا اللحى أو عن حديث عن أبي عبد الرحمن يقول كان يقص مع بعض الغضة. فأنا ما أعرف الحكم فيها بالنسبة للتقصير أو التخفيف أو تزيينها مثلا. كويس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كثرة إجابتنا على هذا السؤال. بارك الله فيك. نعم. أخونا بيسأل عن اللحية. ورد في حديث صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب واعفوا اللحية. حفوا الشارب، الشارب يعني الشنب. نعم. يعني الشنب قصروه ولغاية ما يكون مساوي للشلاليف ما ينزل بيجاي بيجاي ده الشنب. واللحية أعفوها. الإمام النووي قال المختار إعفاء اللحية على حالة، يعني خليها ما نخففها ولا نقرب عليها. نعم. تطول زي ما داية. وبعض العلماء قالوا أزول يهذبها يعني يصلحها إذا ظهرت بصورة معششة. طبعا مطلوب أنه خاصة الرجل المتزوج زي ما بيحب أنه زوجته تسمح له وكمان يسمح لزوجته يظهر بصورة لايقة. الدقن والشنب دي إذا ظهرت بصورة معششة يهذبها يصلحها يكون وجيه كده قدام زوجته. ده المطلوب ده رأي لبعض العلماء. طيب أزول لو حلقة كت هنا العلماء اختلفوا في الأمر ده حفوا الشارب وعفوا اللحية. بعض العلماء قالوا الأمر ده للندب، للندب يعني مندوب يا مسلم إنك تحف الشارب وتحفي الدقن. أي ما دام كده إذا أخذنا بالرأي ده يبقى حلقته ما حرام لأنه ده مندوب والمندوب يساب فاعل ولا يعاقب تاركه. وإذا أخذنا بالرأي الثاني اللي قالوا الأمر ده للوجوب حفوا الشارب وحفوا اللحية معناته ده أمر للوجوب، معناته واجب لك عليك يا مسلم تخلي دقنك وتقصر شنبك. في الحالة دي لو خالف حلقة يكون حرام. درايين بتاع العلماء الكبار وكذا. نعم. معنا من ود مدني زينب. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا مولانا؟ الله يبارك فيك.
كان عندي اختي اتصلت عليك اسمها ريما من الفسحيص نفسي. نعم. يلا يا مولانا انا دول يعني بصوم. نعم. وبصلي. كويس. من المصحف 4 مرات. خير؟ اه. فالمهم يعني فجأة بقيت بحلم بأحلام ما كويسة. ايوه. وبقيت يعني بحس حاجات او بعرف حاجات. أيوة. فقمت خفت منها شديد يعني ان انا بقيت بعرف حاجات يعني عن الناس كده بتحصل. كويس. فبدأت جلسات بتاع العلاج بالقرآن. ايوه. وما حصل حاجة، حتى الحاجة اللي عندي دي يعني هم يعني زي ما نزل واحد يعني او جين واحد او حاجة بالشكل ده. ايوه. فحتى الشيخ اللي بعدني ده هو بينزل بيقرا معاه القرآن. ايوه. وقالوا هم عايزين يعالجوا الناس. فخفت اكثر من الحكايه دي، ثاني رجحت العلاج برضه بالقران مع شيخ ثاني. ايوه. اتكررت نفس الحكايه. سمع اللي بيشوفوهم في المنام دي يقولوا لك شنو؟ والله يعني بقول لي ان احنا عايزين نعالج. نعالج. نعالج يعني نعالج نساعد الناس بواسطه هندي. طيب سامي يعني صبري لي، بيضروك بشيء؟ عاد يعزوك بحاجه؟ مضايقينك بحاجه؟ لا ما مضايقينك بحاجه، وبعدين انا زول يعني متعلم وبحضر في ماجستير حتى. سامي. طيب وانا قلت الفتوى دي ما انا خايفه انها حرام ولا حلال. داير اقول لك خلاص سؤالي فهمنا، اسمع الاجابه بتاعتنا ليك دي. نعم. جدا. اي النصيحة لك يا بنتنا انه ديل شياطين بيجوك في المنام بيقول لك علاج ما علاج، وانت ما تسترخي ليهم ولا كان تمشي لرغية ولا كان تمشي لشيء. اسع خلاص وقلت تاني تكررت مشيت للرغية كم مرة وبرضه ما جاب نتيجة وتاني جوكي. اسع نصيحة لك داير الحاجات تفوت منك، خدي بالك من الكلام. نمرة واحد، تحافظي على صلاتك تمام، تراجع صلاتك الطهارة الوضوء الغسل، تتأكد أن صلاتك مؤصلة مبنية على علم على فقه تمام بشروط وأركان الصلاة وتحافظ عليها في أوقات الدين. نمرة واحد. نمرة اثنين، يوميا مع صلاة الصبح صلوا صبح حاضر، تقرأ آية الكرسي 3 مرات بحضور قلب وقل هو الله أحد والمعوذتين، تاني بعد صلاة المغرب، تاني عند النوم، وانت في اثناء شغلك وقرايتك تكثري من حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نمره 3، لا حول ولا قوه الا بالله. نمره 4، افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. ان شاء الله ربنا يقهر عنك ويزيل عنك، وكيد الشيطان ضعيف، الشيطان ما عنده تسلط ولا عنده شيء للناس للمؤمنين، إنما تسلط للناس اللي بيصدقوا ويطيعوا ويتبعوا. نعم. أنا أخذ معنا أخ طبق عثمان. الكلام اللي قلت لك ده إن شاء الله يروح منك ولا تمشي لرغية ولا تمشي ليش. نعم إن شاء الله. معنا من السعودية الأخ عثمان، يا مرحب. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. بالله ممكن أكلم؟ تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ محمد أحمد؟ هاي معك. نعم تفضل. كيفك يا عمنا؟ الله يعافيك يا أستاذ. الحمد لله. نعم أخي، بسأل عن الحج. هاي في ناس الحج العادي قالوا تقفله. الحج قفل هسا يعني. أي. وبعدين في ناس بيتبعوا بالفلوس، هل يجوز ولا ما يجوز يدفع فلوس 10 مليون؟ ايوه ده الحج التجاري. اي كويس. خل اسال نرد عليك يا اخوان. نعم تفضل. طبعا الحج عنده مواعيد محدده قبل رمضان فتح الباب. نعم. وللناس اللي بيقدموا الحج كل ولايه من ولايات السودان ادوها عدد لين السعوديين اي دوله اسلاميه حددوا ليها على حسب كثافه السكان بيحددوا العدد. حدد للسودان كذا 1000. قام السودان وزع على الولايات وحدد حد معين. انتهى الباب وقفل خلاص. في بعد كده في حج تجاري. تجاري معناه تدفع مبلغ كبير زياده. اي زياده، وهناك ذات يسكنوك سكن قريب من الحرم او راحات تامه ولكن قروش كثيره. اخونا قال لسه انه امه دارت تحج لكن الحج قفل. يبقى نقول له يا اخونا امك دي اذا ما عندك امكانيات تحج حج تجاري، وحج تجاري غالي جدا اظن 10 مليون زياده. نعم. يبقى الحال ذو الحج العادي 5 مليون شويه. نقول له اخونا دخل امك دي للسنه الجاي، السنه الجاي من قبل رمضان اول ما يفتح الباب تقدم ليها حاج عادي تمشي تحج ان شاء الله. لانه الحج التجاري ده داير اول حاج يبقى مامونه وداير حرمه محرم وداير شغلانه طويل. قول له امك دي صبري وسبح واذكر الله السنه الجاي ان شاء الله تحج. نعم ان شاء الله.
برضو معنا من السعودية الأخ عبد الله، مرحب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أخبارك؟ الحمد لله، بارك فيك. التحية لك يا حماد، التحية للشيخ محمد أحمد حسن. بارك الله فيك. عندي بدل عن صلاة الجمعة، أي نعم. هل يجوز جمعة مع العصر مع وجود سوى الجمع؟ أيوة. وعندي سؤال ثاني كويس، هل يجوز أن أقول هذا فلان شهيد ولا هذا فلان شنو؟ هل يجوز مثلا ساعة يقول هذا الزول ده شهيد أو فلان ده شهيد؟ كويس. نعم، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. اي طبعا، صلاة الجمعة من شروطها انها تدخل وقتها بدخول وقت صلاة الظهر، ويخرج بخروج وقت صلاة الظهر. نعم. وإن من شروطها صلى في المسجد وصلى جماعة. نعم. اي ولو ان بعض العلماء جوزوها في الفضاء وكذا. اما قال جمعها مع صلاة العصر، لا. اي يبقى الزول هنا الجمعة دي براها، صليت الجمعة براها، ممكن تصلي بعد ذاك العصر في وقت. لو كان مسافر مثلا، وقال إذا مسافر طبعا نزل في محل، في مسافر قول من الخرطوم ماشي سنار، نزل في مدني ساعة صلاة الجمعة. نعم. صلى الجمعة، يبقى الحالة دي من بعد ما صلى الجمعة ممكن يصلي العصر جمع تقديم. نعم. يجوز يعني، أي يجوز، لأنه صلى الجمعة مع نعم. الجماعة. نعم. أي بعد ذلك ممكن يصلي العصر. نعم. هو أظن ده سؤاله ذاته، لأنه قال مع وجود يعني سبب الجمع يعني. أي لا خلاص، يبقى مسافر ماشي زي قلنا من الخرطوم ماشي سنار، وصل مدني قال نزل عند ناس خالته يسلم عليها. أول ما نزل سمع أذان الجمعة يأذن، يبقى ده في الحالة يلبي ندى الأذان يمشي يصلي الجمعة، وبعد ما صلي الجمعة في جامع يمكن يتر لي ورا شوي كده يصلي العصر ركعتين ويواصل رسالة. نعم. طيب قال لك إنه هل يجوز إنه أقول فلان ده شهيد؟ هنا إذا كانت استوفت الشروط بتاعته، طبعا هنا فرضنا زول ده مات غريق، الرسول سماه شهيد، المات في الغرق، المات في الحريق، البيموت حريق، مات بسبب النار نقول شهيد لأنه الرسول سماه، مات بوجع البطن نقول عليه شهيد لأنه اسمه شهيد، مات بسبب وقعد عليه حيطة، حريق بالنار، غرق في بحر، دير كلهم شهداء حوالي 16 نوع. نعم. والبيستشهد في أرض المعركة دفاعا عن الدين عن الوطن برضه شهيد، دين نطلق عليهم شهداء، لكن زول مات عليه فراشه دعبة من نطلق عليه شهيد. نعم. حتى لو كان متأثر بجراح المعركة، أي إذا كان لسه طلع من المعركة جريح وما تموت شهيد. نعم. نحن نشكر الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة على مشاهدينا الكرام، نأمل أن نلتقي إن شاء الله مجددا في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم، لقاء يجمعنا مع مشاهدينا الكرام. شكرا لكم، وشكرا لكل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة وإخراجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.